والله نصيحة لبناتنا المقبلات على الزواج، لما يجي لك واحد يخطبك اسأليه only one question، سؤال واحد بس، انت صياد؟ تحب الصيد؟ فلو رد عليك بفخر واعتزاز كده قال يس ايه نعم كومان تليفون، اهربي، لا توافقي ابدا. اقول لك ليش؟ اول هام ريحته زفرة، الزفر هذا ما بتفرجوا ريحة الزفرة من جسمه، ادي اول شيء. ضوافره هذا سميها زفر، حتى لو لو هو متسبح برفيوم جاي من فرنسا. ثلاجتك يا مسكينة بيحولها لك لمخزن طحون، تلاقي فيها ما لا عين رأت، فيها مصارين، يقول لك كيس المصران وين حطها؟ وين كيس الروبيات؟ وين الخزان؟ ثانيا والأهم، إن هو طول الليل طول الليل بدل ما إنه يفكر فيك، بدل ما إنه يفكر في مصلحتك، في اهتماماتك، يكتب لك قصيدة شعرية يتغزل فيك، لا، هذه الرومانسية انقتلت، الزفرة عنده قضت على الرومانسية، هذا طول الليل بيقعد يفكر في السمكة اللي ضاعت منه أمس، ليش ضاعت مني وليش شديت عليها وليش نصبت هذا فلت مني، وبيفكر في المكان اللي هيروح فيه بكرة والطعوم اللي هيستخدمها، هذه حياته ليلي، حياته الليلية. يعني ببساطة يا بت، أنت مش هتكوني في حسبانه أصلا ولا في تفكيره، فاهمة؟ وختاما، لو هو صياد بر هذا تنسيه تماما يا بنت الحلال، هذا الله نزع من قلبه الرحم، تبي يرحمك انت ويرقف بيكي، هذه حمامة السلام، حمامة السلام بذبحها، ما عنده رحمة، يتم اطفالها، ها تبي يرقف بحالك انت، ده بيعذبك يا بنت الحلال. الضب جات له حالة نفسية من البشر، ترك البشر كلهم وراح بالبر في اقاصي البر، حفر حفرة بعيدة ملتوية في البر، يسيبوه في حاله؟ لا، طلعوه من حالته النفسية من العزلة وسووه مرج. تبيه يرقى في بحالتك انت؟ اهربي اهربي يا ولد.